السلام عليكم. عندنا هذا السؤال من التعليقات حول عملية القسمة، فبناخذ العدد 3 اللي هي 300 زائدا طبعا بصيغة طريقة التحليل زائدا 80 زائدا 5. طيب ال 300 طبعا تقبل، خليها زي ما هي ما فيها تغيير، لكن الثمانية هذه ليست مضاعفات الثمانية، ليست مضاعفات الثلاثة، أقرب شيء لها هي 6، إذا 60 زائدا الباقي كم عشان تصير 80؟ اللي هو 20 زائدا 5. نجمع ذي مع بعض يعطونا كم؟ 25 زائدا 60 زائدا كم؟ 300 تنزل طبعا، 300 تنزل هنا. طيب 60 زائد 25، نقول 24 زائد كم؟ زائد 1. الآن نقسم كلها على كم؟ نقسم على 3، نقسم هنا على 3، هنا على 3، هنا على 3، هنا على 3. ناتج القسمة صفرين ينزل الصفرين، 3 على 3 في الواحد زائدا نزل الصفر، 6 على 3 في الاثنين زائدا، و24 تقسيم 3 في 8 زائدا طبعا ما تقبل، هتكون اللي هو يعني هذا الناتج نجمع دي كلهم مع بعض اللي هو 128 والباقي واحد، أو نقول عليها الثلث 128 والثلث، 128 هذا الناتج والباقي اللي هو كم؟ واحد. شكرا جزيلا.